السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت بتعاني من ارتفاع ضغط الدم فتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم. ليه؟ لأن البوتاسيوم ده مهم جدا لصحتك وبيخفف الضغط على الأوعية الدموية. طيب ما هي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم بشكل خاص؟ أولا الأطعمة هي رقم واحد الخضروات الورقية، رقم اتنين الطماطم، رقم تلاتة البطاطا، ورقم أربعة البطاطا الحلوة كمان، خمسة البطيخ، الموز، الأفوكادو، البرتقال، المشمش، منتجات الألبان، التونة والسلمون، المكسرات والبذور والفاصوليا. دمتم بصحة وعافية، وتحياتي من قناة أبو يوسف للوصفات الطبية. زوروا قناتي في اليوتيوب، اسم قناتي أبو يوسف للوصفات الطبية، واسم القناة نفسه برضو كمان في تيك توك أبو يوسف للوصفات الطبية. تحياتي لكل أخ ولكل أخت متابعيني.